للعدل ضامنا وللقضاء حاميا ولشعبكم راعيا، وأدام على جلالتكم أبهى أردية الصحة والعافية، وأمد في عمركم وبارك فيه، وأقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزركم بسلوكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، وسائر أفراد أسرتكم الملكية الشريفة، إنه نعم المولى ونعم النصير. قيام الأعتاب الشريفة: محمد بن عبد القادر وزير العدل، مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس النيابة العامة. Forget that.